السلام عليكم، معكم الشاف صلاح الباتني. إذا عجبتكم قناتي ما عليكم إلا ديروا اشتراك ولا أبوني ولا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاعي. وإذا عجبتكم لا فيديو تاع نهار اليوم ما عليكم إلا تكثروا لي من لي جام وتكومونتيو لي أسفل لا فيديو. أنا اليوم راح ندير لكم وصفة اللي هي حلو تحلية يعني على شكل كيكة رائعة، أنا جربتها من قبل وعجبتني بالبزاف، راح نحاول نديرها معاكم اليوم. خلينا نمروا لطريقة تحضير هذه الكيكة. انا مانيش راح نعت لكم قبل هذا الشيء، مانيش راح نعت لكم المقادير، يعني لازم تتبعوا الفيديو باش تعرفوا المقادير اللي نحتاجها. عندي لهنا باكي او علبة نتاع بيمو، قاطو بيمو رحيتو كما راكم تشوفوا هذا الشكل. عندي لهنا زبدة او لابال مارغارين 125، يعني اللي ما عندهاش الميزان لابال مارغارين تاع 250 تقسمها على النص 125. انا هذو راح نرملها، يعني راح نمزج هذا مع السمو نصابليه هذا الشكل بسم الله، يعني غير بشوي حتى نشوف القاطو تاعنا راه ولا صابلي يعني يترمل. نزيد له كامل الزبدة، نورمالمون يكفي، وإذا ما كفانيش ماشي مشكون نزيدو شوية زبدة. يعني غير رملها ما خليهاش ما توليش عجينة، مجرد تولي مرملة نحبس. خلطوا مليح، حاولوا ديروا 125 في علبة، يعني وماش شرط تبعوا ال عفوا تبعوا النوعية تاع البيمو، القاطو تاعي اللي هو بيمو، تقدروا ديروا أي قاطو زي خلاف، يعني كما راكم تلاحظوا راهو يكفيني بهذا الشكل. نخلطو مليح، راح نجيب المول هذا لي نديموليوه كما راكم تلاحظوا القاعدة تاعو تنحى. وراح ندير قاطو في القاعدة يعني غير بالعقل، نزيدو نزيد هكا. راح نعت لكم كيفاش راح نحاول نسطحها بهذا الشكل. وتقدروا تجيبوا ايضا كاس كما قلت لكم، نجيب كاس نحاول نضغط بهذا الشكل عفوا، يعني حاولوا طلعوها على الجوانب باش تجينا مليحة، يعني طريقة سهلة ماهيش صعيبة بزاف، عادي مهم انتوما الطريقة تاعكم. بهذا الشكل كما راكم تلاحظوا، يعني نزيد نضغط بهذا الصحن باش نسطحها. هذا هو، انا راني خلصت، راح نفوتها للثلاجة
تبرد شويه باش تحكم روحها ونتلاقاو بالكريمه اللي راح نستعملها. دوكا واش راح ندير؟ انا اللي خليتهم بردوا، راح نجيب بانان، يعني حاولوا تجيبوا بانان يعني ما يكونش طايب بزاف، ونبداو نصطاديو بهذا الشكل. يعني تقدروا ديروها روندالات، بهذا الشكل. انا اللي كملت عندي لهنا ايضا ليمون صغار، فضلت درت ثلاثه كما راكم تلاحظوا. لهنا عندي الكراميل هذا اللي يديروه فوق لاكرام اللي تتباع برا، راح نحاول نديرو من فوق، يعطي ذوق رائع، يعني ما شاء الله منتوجات، يعني البلاد راهي مليحه، كاينين منتوجات مليحة بالبزاف. نزيد ندير هذا الصغار، وراح نخدم لها كريمة، نحاول نخدم لها كريمة من الفوق نفس الطريقة. هذا الشكل يعني. ايضا اللي ما عندهاش هذا النوعية هذه، كاين كالفلونغ رابحة هذاك، مع انه احنا جايين في الموسم تاع شهر رمضان راهو على الابواب، راح نشريو الفلون. كاين الفلون هذاك رابحة، راهو فيه الكيس هذاك تاع، تقدروا تستعملوه وتقدروا تستغناو على هذا، ولا تقدروا ما تديروش ديريكت، نورمال ماهيش مشكل. دوكا راح نمر الطريقة تاع تحضير الكريمة اللي راح نديرها، اللي هي الكريمة اللي راح نستعملها في هذا الكيكه. دوك راح نمر للكريمه اللي قلت لكم من قبل عليها. واش نحتاج فيها؟ عندي نصف لتر تاع حليب، وعندي ربع ملاعق كبار تاع عشا سكر، وعندي زوج ملاعق ايضا كبار مايزينا او نشا، وعندي نصف ملعقه عشا تاع الفانيلا، ايضا نخليها على الاخر باش ما يتنحاش المفعول تاعها. راح نبدا في التحضير تاعها. نجيب كاسرونة كيما هذه، نحطها على النار، نفرغ الحليب نصف لتر وربعة ملاعق سكر، زوج تاع المايزينا، نخلط كيما عودتكم كلش بارد في بارد، نحطها على النار حتى تكواغولا يعني تتكاثف، ونرجع لكم كما راكم تلاحظوا. بعد ما طابت شوفوا القوام تاعها، يعني ما شاء الله. راح نزيد نصف ملعقه يعني بهذا الشكل نتاع لافاني. دائما يعني في هذا الكريمات تخليو الفانيلا ولا ليكستري، الذوق اللي تحبوه نتوما تخليوه في الاخر باش ما يروحش المفعول تاعو. تبعد الريحة والجو. هذا الشكل. دوك راح نجيب الطبقات الاولى، وراح نحاول نمشي على الوجه. بهذا الشكل. نحاول نخليها تبرد. نخليها تبرد أكثر. نزيد. باش نغطي كامل الوجه. هذا الشكل.
خليها تدفى شويه ومن بعد نفوتها للثلاجه حتى تبرد باش نزيد لها تزيين. راح نجيب ايضا يعني حبه واحده اخرى ندير لها شويه نتاع الكريمه ونخليها هي كذلك تبرد هذا الشكل. انا راح نخلي الكريمه تبرد ونمر لطريقه التزيين نتاع التحليه تاع نهار اليوم. انا رجعت لكم بعد ما بردت لي الكريمه تاعي، يعني لانه انا راح نزينها بهذا الشيكولا، رابيتها في لاراب تاع الطماطم ولا تاع البصله كما راكم تلاحظوا، لازم تكون جامده شويه باش تخرج لكم بهذا الشكل، وما ديروهاش جوست على الكريمه وهي سخونه لانه راح تذوب لكم. راح ندير نزين بسم الله وحاولوا تخليوها تبرد يعني حوالي ساعه ولا ساعتين باش تعطيكم نتيجه احسن، باش كي تقطعوا الكيكه تاعكم ماهيش راح تخسر لكم. هذا الشكل يعني تحلية راقية مش فندامة، تستحق التجربة وبمكونات بسيطة. نزيد ثانية بنتها الصغيرة هذا الشكل عفوا، هذا الشكل راح نكمل كامل الشيكولا. انا راح نمرها للثلاجه ونخليها تبرد حوالي ساعتين او ساعه ونص، ومن بعد نتلاقاو كي نبغى نقصها ان شاء الله. انا وصلت لنهايه هذا الفيديو، كما راكم تلاحظوا انا راني خليتها حوالي ساعتين في الثلاجه، بعد ما بردت راح نديمو ليها في صحن تقديم. عندي الحبه او لاطارت الكبيره وعندي لاتورت الصغيره، نحاول نديمو لي الاولى بسم الله يعني غير بالعقل لانه راهو بزاف هشيش الكاطون تاعنا كما راكم تلاحظوا، راهو طول خفيف. نزيدو الكبيرة بسم الله، غير هكا غير بالعقل. عفوا كما راكم تلاحظوا نحاول نقطعها معاكم بسم الله. كما راكم تلاحظوا انا راني قصيتها، لاحظوا الطبقات يعني راهي بزاف مليحه. هذه هي الكيكه نتاع نهار اليوم، نتمنى تنال اعجابكم وتحضروها يعني تستحق التجربه. ماذا بكم كثروا لي من لي جام وتكومونتيو لي باش نزيد نخدم اكثر واكثر. ما بقى لي الا نقول لكم نتلاقاو في عدد اخر ان شاء الله، مع السلامه.